هل لاعبين المغرب العربي هم أقوى لاعبين لبابجي موبايل؟ دعونا نحكم بأنفسنا لليوم مع المارشال المغربي ومجموعة من أساطير المغرب العربي في بطولة من بطولات البابجي موبايل، ويلا بينا على الفيديو. المارشال ونزلت الميرامار بطولة نار كالعادة. معه تيم حضن ولا تيمين؟ تيم حضن لحد الآن. من أيام منظمة الRTG كانت معروفة جدا في ساحة البطولات الإي سبورت وأيضا المحلية. هاي بيعطينا الشاب الأول، واحد نوك داون. لا عطين اثنين نوك داون، طبعا المكان يلي عم نطو يلي نازلين فيه قولين بش اولي واحد اطيل الثاني سعدينك مع رجالك. تعرف جي كان لهم ايام، بتجنن. لا لا خصنا نحطوا الدرارين، وقفتوا في الرأي ديال خصنا نهبطوا يا دراري. يعني يلا خلينا نمشي ندخل الزون، نهبطوا يعني ندخل الزون او ننزل. كيف قميجة من صدروس بل قبل الحالة ما قاعد هدور على الصين. شو طلعوا لي مهله، وان تاب بساطه صح يا واحد. وان تاب طبعا يا ساده الكرام، فيديوهاته كثير قديمه، ما لقيت فيديوهات جديده. ايمو قديم اكيد اللاعب متحسن لحد الان. 40 واحد الله يبارك سكاوتر يلي بشوف يلي بيتقدم اول السكوات وبشوف في بني ادم. رجع في ناس رجع في بني ادم. رجع ديروا هنا جوج في الجبل، اللي كنا فيه انا وليز. انا رجع لي انا وليز سير ليز معناتها قرر ياخذ هذا البوزيشن، يامن ظهره هو والشاب يلي معه من الخلف ومن الامام، يكون في لاعبين بالبيوت. هلا هي قتلوهم نايس. يلا كيموشوا الدراري نايس، ولكن شال اروي التيرا ضربين وين صح. واتفينا فيهم لعبوا جميل نوعا ما، تكتيكو حلو. ماركت شوفيكم طلع عندك خونا اللي كان في كادر. شاب شلون دائما هاي طوموبيل شو هنايا وقيله شو هذيك طوموبيل كان مخضر شاب. عندي دائما لازم تامن ظهرك حتى لو اخذ بوزيشن، اخذ موقع داخل الزون. في عالم البطولات لازم تامن ظهرك دائما، مامن محيطك عشان تعرف كيف بدك تتحرك لبعدين، كيف بدك تطلع تدخل الزون والى اخره. طب الايرويت ديول يلا ديوم مزيان ايرويت طوله يلا ديوم شبك اذا بدي يديلي يلا ولا شنو يا النصر ما ماتش هذاك الصوره. وجهة نظري البطولة مالها قوية جدا. هلا عنن بالزون الثالث، الزون الثالث هلا انفتح عندهم وفي 30 لاعب فقط لا غير. البطولة مالها قوية جدا. شوف دخول الزون فيه مارك حمراء، اخذوا المارك الحمراء. نايس ما عندهمش زون، ما عندهمش. مسح على تيم برات الزون، راح هذا التيم. باي باي بافو كلان البافو. شوف ما بيضرب على السيارات، عم يستنى يطلع اللاعب ليمسكه. ممتل عنا معلم، بيخردوا السيارات قبل ما يشوفوا اللاعب. بيرجع بيفوت الزون. واتش اوت هدوزو في المارك ديالك. واه وعدنا زون نلعبوا على الجزائر. بدي غندك المارك الخضراء، حط المارك قبل ما يدخل. حط المارك ليشوف الماركه اللي هي النقطه الحمراء اللي شفتوها، مشان يشوف هو بالزون ولا لا، انه بيحسن يفوت الزون ولا لا بداخل الدائره. ديو ها ماما هنايا، وبفرجيك انه قلشت عنده كمان، بيعطيك زوم بفرجيك انه قلشت. لقال انه في لاعبين بهدول البيوت. هي الاول الله يرحمه. نور ما صار فيش هذوك اوت زون. دراري وجيو عندي يا صاحبي، جي عندي جوج فيكم. هو الاجيال طبعا الشاب ولاعب مغربي قوي جدا. فيت لي ماشو. انا مستغرب ليش لا ما عم يعمل فيديوهات. ماشو شال بافو، اجي عندي اجي.
بافو اللي هو التيم اللي كان عم مقيم عليه اللي فاتح اجل شاب وحيد من شمدة يلا غيكونوا هنا في هذا البريك شاد البريك اذا ما حد ما كيتحرك فيه شي واحد يعني في غاه ومديو عم بقول لهم بالبيت اليميني هون ما عم نسمع حركه وهو داخل زون فاكيد في حدا ولازم يكونوا اقل شيء يمكن ديو خلينا نشوف في في هوما في هوما ديو في هوما في هوما اللي هوما يمكن انه يكنبروا ولا شو معنات هوما يا اخواتنا المغربيه عم بيسب طفال الصوت يفضح حينا توشين عليهم بلان وش تقول رابلين لا كي ضربوا شو كويت انا كان هيلي بانداج يجي ضرب من الكنيسة من الخلف عم يستنى يسكر الزون خلنا حيدوهم عندهم زون يلا كراشوا عندهم يلا كراشوا خصنا نحوديهم يا صاحبي يعني لازم نشيلهم لازم ناخد محلهم ونشيلهم هي دخلوا عملية سبورت ما بصيبه ولا فاشك ولا يسترجع لو متشان يعني يديو بعد بشوية او نقز او نقز نقز يعني نط جاب نادم ورايا بني ادم وراي بس شوفوا على الخريطة للأسف عم بقول بني ادم وراي ما حدا اطلع عليه فهمل يلا وانا عم بقول لهم سيروا عليه خلاص خليكم عليه وانا راح اوت السيارة اموري تمام جايكم عليك السيارة زرابة حظك لا بغين يلعبوا بوزيسيون خصنا نديهم يعني يلعبوا بوزيسيون يعني بدون يلعبوا على المركز نيت داخل عندك عم يلعبوا معهم نيتات مشان ما يخسروا اللاعب لانه فاتح سمكتات تفرج خصم فاتح سمكتات درجة الأمان 100% نايس بقى واحد أشوف لنيت بالأول والبوش تعال لك تعال يا وحش يلا دابا طلعوا الريج الدراري طلعوا أوكي بنادم هنا الدراري بنادم هنا عندكم أنا نشد عليهم الشرجم هذا نشد عليهم الشرجم وي سولو النصر فري يا حرام في واحد طلع من الجيم في واحد طلع من الجيم من عنده تطلع اللعبة نوكيشو رد الموبيل هنا مستلمين زون امورهم ممتازة مية بالمية دراري نيديوهم صاحب هذا كدي النصر هذاك لا وجهي من اليسر في عنده الناس من اليسار في عنده الناس من اليمين فرق شلون رقم واحد على الخريطة مستلم اليسار ورقم اثنين واربعة بيعمل اول ولد المارشال يا ولد يا الوحش اتكون دمجات ان شاء الله خلاص اخر اللاعبين قدامه نايس شالوه صفنا فور سكواد تريو لاست وان هذا وما اللي بقى نوكا فيهم واحد بالشلو من الاول قلتنا وقت صاحبه صاحب يا ولد وحش المارشال لعيب لعيب والله لعيب معهم كلات ممتازة معهم 14 كل يا سيداتي يا سادتي لليوم كان معنا المارشال الأسطورة ملوك المغرب والعلم الأحمر طبعا العلم الأحمر يقدم نفسه بنفسه ما عم نشوف لعب غير ممتاز الليزي بوي وأيضا عمك الشابو مع عمك سانكو وعمك المارشال لوحدي بثماني كل والله إنكم وحوش كفو عليكم يا سادة الكرام شكرا للناس يلي طرحت علينا انه نعمل فيديوهات للمارشال اذا عندكم اي حدا بتحبوا نعمل عليه ردة فعل خاص بالبطولات ببجي موبايل او لاعب ببجي بشكل عام قولوا لنا مين هو لنعمل عليه ردة فعل ونشوف تكتيكه ونشوف لعبه للاسف مارشال هذا الفيديو قديم جدا من سنتين ما نزل فيديوهات بعد على قناته يا اما بغير قناته فبنعتذر اذا الفيديو قديم شوي
دمتم سالمين أهل المغرب الطيبين، تحية لكم، تحية للوطن العربي اللي يشرفنا دائما، إن كان بالألعاب الإلكترونية وبكل المجالات الكونية. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.